اولا بثلاثه الصفات. اولا احنا عضو في الجبهه السياسيه والنقابيه اللي كتشرف وكتسهم سياسيا هذا الملف. ثانيا انا برلماني في المدينه المحمديه وماشي من واجبي نحضر في هذه الوقفه التضامنيه، وكذلك نساندوا هذا العمال اولا ونساندوا مدينه المحمديه، لان اللي معني بهذه الازمه ماشي فقط العمال التلاسامير، باش هما السكان كاملين في مدينه المحمديه، لانه هذه كارثه وطنيه انه قطاع استراتيجي معمل ديال التسرير اللي كاين في المغرب ويتسد خمسه انواع من الاسباب، ماشي الاسباب اللي قدمت الاداره، بل هناك اسباب اخرى فيها سوء التدبير المالي، فيها اشياء اللي خص الدوله تبحث فيها، فيها كنسمعوا تهريب على ان السياسه تبيع واحد العدد من القضايا كما يقال. اذا هذه وقفه عاليه ديال المواطن ومسؤول سياسي ونائب برلماني بطبيعه الحال، واللي غيتبعوها مبادرات في البرلمان كمواطن من مدينه المحمديه تخبر بها الراي العام ابتداء من الاسبوع المقبل للحق